روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية اللغة العربية، الصف الثاني، اليوم الاثنين، التاريخ 13/4/2020، 20 شعبان، 1441. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي أمهاتي أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا معكم مع دروس اللغة العربية والموجهة للصف الثاني. سنكون اليوم إن شاء الله مع تدريبات توماس أديسون. التدريب الأول: ألفظ الكلمات الآتية منتبها إلى الفرق بين نطقي حرفي أض وضاء: مريضات، ظلام، الضوء، ظل. سؤال 2: ألفظ الكلمتين الآتيتين: لكنه، ذلك. القاعدة في هذا التمرين: حرف الألف ينطق ولا يكتب، مثل هذا وهذه. سؤال 3: أقرأ الجملة الآتية من غير توقف: فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما. سؤال 4: أضع دائرة حول المعنى المقارب لمعنى الكلمة الملونة: 1: توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي، ألف مكتشف، باء منتصر، جيم منتظم. جواب: ألف مكتشف. 2: أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية: ألف يركض، باء يعمل، جيم يصلح. الجواب: باء يعمل. 3: لم يتمكن الطبيب من ذلك: ألف يبحث، باء يقدر، جيم يحاول. الجواب: باء يقدر. سؤال رقم 5: أصل الكلمة بضدها في المعنى ثم أقرأ: ضدها عكسها. 1: المرض، عكسها الشفاء. 2: النجاح، عكسها الفشل. 3: الاجتهاد، عكسها الكسل. سؤال 6: أضع دائرة حول الكلمة المختلفة من بين الكلمات الآتية: شروق، صباح، ليلة، هدوء. المختلفة هدوء. سؤال 7: أحلل الكلمات إلى مقاطع: مخترع، مخترعون، اجتهاد، اجتهاد، مصباح، مصباح. سؤال 8: أركب من المقاطع كلمات وأكتبها: وجود، وجوه، شروق، شهود، شموع. سؤال رقم 9: أعيد ترتيب الكلمات لأكون منها جملتين مفيدتين. طبعا الجملة إما أن تكون جملة اسمية وتبدأ باسم، وجملة فعلية وتبدأ بفعل. نبدأ بجملة اسمية: أجرى عملية جراحية للمريض. جملة فعلية: أجرى الطبيب عملية جراحية للمريض. سؤال رقم 10: أحذف واو ونون على نمط المثال وأكتب كلمة ثم أقرأ: مخترعون، مخترع، مكتشفون، مكتشف، منتظمون، منتظم، منتصرون، منتصر، مجتهدون، مجتهد. سؤال 11: أملأ الفراغ على نمط المثال: مصابيح، مصباح، مفاتيح، مفتاح، مناشير، منشار، مزامير، مزمار، مسامير، مسمار. سؤال 12: أصل الكلمة في السطر الأول بما يناسبها من السطر الثاني على نمط المثال ثم أقرأ. وعن هاي بسميها ضمائر الغائب: هو، هي، هما، هم، هن. هو مخترع، هي مخترعة، هما مخترعان، هم مخترعون، وهن مخترعات. الواجب حل صفحة 70 زائد 71. نلتقي بالقمة، مدارس العزيز.